يعني عن جد ما بعرف شو رح يعمل فيفان فيني هلأ، رح يبهدلني. وصاني اتصرف بلباقة كتير مع الجماعة، بس كمان تصرفاته مو أحسن مني أبدا، تصرفاته مو حلوة أبدا وما بيعرف يتعامل مع البنات. ييه! شو اللي صار؟ ليش تركتي الطاولة؟ لك قلي أنت ما بتستحي يعني؟ عم تغازل البنت قدامنا؟ شو مفكر؟ ماني منتبهة لحركاتك؟ لكن بتقول إنه التكلفة رح تكون أعلى بالليل وإنه رح تشوفوا بعضكم؟ شو هاد؟ حاسة حالي كتير غبية، كيف قبلت إجي معه؟ شو عم تحكي؟ أنا بعرف شو كان عم بيصير جوا، لا تعمل حالك مو فهمان علي. لك حسيتك كأنك واحد تاني أنت وعم تحكي مع البنت هلأ، مو طبيعي. بعدين من إمتى كنت لطيف كل هالقد؟ قول. وإنت شو اللي زعجك؟ قليلي ليش غيراني؟ لك فشرت بعينك، مو غيرانة بس مستغربة، اسلوبك وقح كتير. حتى لو كانت خطيبتك ما بصير تحكيها بهالطريقة قدام الناس، حتى بعد الزواج اسلوبك مو ظريف. كنت عم تحكي ولا كأنه معك حدا، شو هالقرف هاد؟ بكفي. شو هالأفكار الرخيصة؟ معقول بتفكري هيك؟ معناتها شي طبيعي ما تتطوري بكل حياتك. المغازلة بهي الطريقة أمر طبيعي بالحفلات الراقية ومانو شي سيء أبدا. طبيعي قلتلي؟ لا مانو أمر طبيعي، أنا بعتبره رخيص. من إمتى المغازلة بهذا الشكل أمر عادي بمجتمعنا؟ بحياتي ما شفت هيك شي، لأنه هالشي غلط ومانا متربايين هيك نحنا. كنا عم نتغازل بشكل كتير ظريف وعم نحكي ومبسوطين، بس بدي أفهم ليش الموضوع زعجك هالقد؟ هذا الشي ما نعيب أبدا. هالنوع ما بيناسبني، أنا بشوفه غلط. اسمعي ميرا، ميرا لآخر مرة بقلك لا عاد تفكري بهالطريقة. انتي لازم تكوني منفتحة على الدنيا، طوري شوي من طريقة تفكيرك. انتي عم تقولي اسلوبي مانو محترم ورخيص، بس في ناس كتير بتشوف عكس الكلام هاد تماما. دائما رح تلاقي عالم عم تغازل بعضها هيك. الموضوع مو عيب ابدا. بحياتي ما شفت هالشي، لهيك عم قلك انه عيب. معناها هي مشكلتك، لهيك انتي اللي لازم تلاقي حل يناسبك مو انا. مو انتي بدك تصيري من الطبقة الراقية وبدك تطلعي من حياة الفقر؟ اذا بدك يصير هالشي لازم تنفذي كل شي بقلك عليه، فهمتي؟ لا ما فهمت ولا قادرة استوعب هالشي. يعني الواحد ما بيقدر يغير طبعه، وانت حتى ضحكتي بدك يعني غيرها وبدك يعني انسى الاصول. لا ما فيني اعمل هيك شي. عن جد زعلتيني، لأنه رح تتغيري غصب عنك، وعيلتك هي اللي بدها هذا الشيء يصير. ميرا